بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا ان شاء الله يا جماعة النهاردة هنتكلم عن تركيب زاوية خشبية لحروف العمود والحائط. احنا بنروح لأقرب شخص بيبيع الحلاية ونقول له عايزين زاوية نركبها على الحيط، وبالتالي بنقطعها بالمقاس اللي احنا شفناه بالصورة، وبعدين بنغبي غيبة كويسة، بس شرط ان هي تكون غيبة شفافة. الغيبة الشفافة بتبقى أفضل في اللصق عن الغيبة العادية. في ناس بتلزقها بسيليكون عظم، في ناس تلزقها بجلة، بس أنا شخصيا بفضل لصقها بالغيبة الشفافة أيا كان النوع. وبرضه بفضل إن أنا ما صمروش المسمار الأسمر الصلب لحد الآخر اللي هو الألماني، لأن المسمار الأسمر الألماني بيبوظ السوكة خالص بتاعة الزاوية، في سوكه في حاجه، وبعدين ممكن يخلق مع الحيطه لو الحيطه صلبه شويه. فانا بفضل ان انا اغابي غيبه كويسه وتكون تقيله زي ما هي ما خفهاش، واشبكها بالمسمار، وبعدها باربع ساعات بالظبط وممكن اسيبها لحد تاني يوم. وممكن بالنسبه لربه المنزل ان هي تجيب غيبه الشفاف دي وتلزقها، وتجيب بلاستر اللي هو العبيض وتشدها كويس، وبعد كده تسيبها تلزق بفضل الله 4 ساعات او يوم بالكامل تبقى كويسة. او تكون معلومتي وصلت، وما تنسونيش من الاعجاب والمشاركة. اخوكم مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.